من كل الأعمار جاءوا ومن كل مناطق جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، بهدف توعية المجتمع بمخاطر التغير المناخي، وذلك عن طريق مسيرة جابت أهم شوارع طنجة وضمت أزيد من 2000 مشارك. المشاركون يؤكدون خلال هذه المسيرة على الدور الهام للمجتمع المدني في ميدان الترافع من أجل الحد من تأثيرات التغيرات المناخية. ما كتشوفوا بان من المفجر ديال القضايا والمناخ على الصعيد الدولي كان هو المجتمع المدني، ولا زال دائما في الرياده، بالنظر بان هذا الطبيعه الموضوع هو موضوع اشكالي، وفيه مجموعه ديال الاطراف اللي ماشي مصلحتها اننا نمشيو في اتجاه اقرار سياسات صديقه للبيئه تحد من التغيرات المناخيه. المئات من المدافعين عن البيئة هتفوا بعبارات تعبر عن السعي من أجل حماية المناخ، داعين إلى تقليص انبعاثات الغازات السامة للتخفيف من التغير المناخي وما يرافقه من اختلالات بيئية تهدد دول البحر الأبيض المتوسط. وطالبوا الدول المشاركة في ميدكوب أخذ خطوات جدية وفعالة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. أهم المطالب ديالنا هو حصر هاد الغازات الملوثة وحصر يعني كذلك ترتيب النفايات، يعني تعليم الناس أنها تحافظ على البيئة وتحافظ على كل ما هو متعلق بالبيئة، وثانيا التوعية. لاسوسياسيون سيتوينيتي حنا كنطالبوا بتعديل قوانين لحماية البيئة اللي تاخذتها قرارات فرنسية من الكوب 21 حتى لدابا، وللأسف باقي ما تعدلوش قرارات. حنا شاركنا في المسيرة من أجل حماية البيئة ومن أجل الحد من التغيرات المناخية، وكنناضلوا بإشراك المرأة في مجال التغيرات المناخية وإشراك الشباب من أجل الحد من هذه التغيرات المناخية، لأنهم ديجا غادي تخلق مشكل كبير مستقبليا. هي مسيرة ترم أساسا تسليط الضوء على دور المجتمع المدني في حماية البيئة، حيث سيستمر نشطاء البيئة ومؤسسات المجتمع المدني طيلة انعقاد ميدكوب في تنظيم العديد من الندوات وورشات العمل التي تركز على الحلول البديلة لمكافحة التغيرات المناخية.